بعد انقطاع دام أكثر من شهرين، يعود عمر لاستكمال تدريباته الرياضية داخل هذه الصالة في أنطاكيا. فالحكومة التركية أعلنت مع بداية حزيران عن عودة الصالات والنوادي الرياضية للعمل مجددا، لكن ضمن شروط وضوابط جديدة فرضتها على اللاعبين وطواقم التدريب، وذلك ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة التركية للحد من انتشار فيروس كورونا. طبعا هذا أول يوم لي بالنادي، اختلف هذا الشيء عن قبل كورونا باختلاف كتير كبير. قبل كورونا كنا إمتى بدنا نجي على النادي بأي موعد بدنا إياه نحن بنختاره نجي، هلا صار في لنا مواعيد خاصة، يعني إنك في لك فترة معينة تدخل فيها على النادي وتطلع، في مسافة بين اللاعبين، في احتياطات لازم تعملها مثل الكمامة والتعقيم والمسافة بين اللاعبين، هذا شيء مهم طبعا، والتعقيم، والحمد لله عم نمارس الرياضة بشكل كويس. المدرب ماهر، ومع عودة التدريب من جديد عمل على تقديم النصائح الضرورية للمتدربين في هذه الصالة. ففترة الانقطاع الماضية كان لها تأثير كبير على الرياضيين، خاصة من يمارس منهم رياضة بناء الأجسام وألعاب القوى، لكن حب الرياضة ساعدهم في تطبيق القواعد الجديدة التي فرضت عليهم داخل الصالات والتي أضيفت إلى تدريباتهم. طبعاً هي الضوابط أنه استخدام الكمامة، المنشفة أثناء التمرين، عدم استخدام الحمامات، الحفاظ على مسافة الأمان بين اللاعبين، التقليل من ساعات الزروة داخل الصالة. طبعاً الشغف اللي كان موجود عند اللاعبين بعد الانقطاع الطويل سهل كتير من مهمتنا، خصوصي أنه نحن نقسمه لمجموعات نخفف فيها ساعات الزروة الموجودة داخل الصالة. الحكومة التركية أصدرت خلال الفترة الماضية قرارات عديدة سمحت فيها بعودة الحياة إلى طبيعتها، ومنها عودة الصالات والنوادي، لكن هذه القرارات تبقى غير ثابتة في حال عاد فيروس كورونا للانتشار بشكل متزايد مرة أخرى. استمرار عمل النوادي والصالات الرياضية في تركيا مرهون بدرجة التزام القائمين عليها بقوانين الوقاية من فيروس كورونا، وهو ما سيسمح لهم إما بالاستمرار في فتحها أو العودة لإغلاقها مجدداً. عبادة منصور، تلفزيون سوريا، مدينة أنطاكيا، جنوب تركيا.